إيه اللي ممكن يخلي واحد يبقى ضابط شرطة؟ وإيه اللي ممكن يخليه تاجر مخدرات؟ الصراع الأبدي بين ضابط الشرطة وتاجر المخدرات. الدنيا ما تسعناش إحنا الاتنين. أنا لو منه أموت نفسي أحسن. لما أنت ما كنتش قصدك ما وقفتلهاش ليه بعد لما خبطتها؟ عشان مش عايز الناس تتاجر المخدرات. يبقى نحط دول بقى على المحاضر القديمة وابو 25. بدل فائق أحمد عز، منة شلبي، كانوا بيدبسوك. روتانا سينما، مش هتقدر تغمض عينيك.